فدلوقتي من حته اللاي اوت اتكلمنا في الايه الانتاج اللي هي اللو برودكتيفيتي، واتكلمنا على ان اللو برودكتيفيتي دي اللي احنا بنسميها الجوب شوب برودكشن سيستم، ودي بتبقى طبعا كاستمايزد برودكت. يعني ايه كاستمايزد برودكت؟ يعني برودكت بتروح تقول له والله اعمل لي شباك، تروح عند الورشه تقول له اعمل لي شباك كذا في كذا، اعمله لي مش عارف شكله كذا، فانت كاستمايزد زي ما انت عايز. فالنوع ده من التصنيع بيبقى البرودكتيفيتي قليله وليه شكل في اللاي اوت. الشكل دوت بيجي بسبب حاجتين، يا اما يكون البرودكت كبير فهو بيبقى بنسميه فيكسد بوزيشن لاي اوت، يا اما يكون البرودكت صغير بس في ايه في كاستمايزيشن، يعني انت عايز تصنع حاجه على ايه على مزاجك. فعشان النقطه ده هي بيعملوا بروس لاي اوت. يعني ايه بروس لاي اوت؟ يعني بيصنف الايه بيصنف هنا مثلا بيصنف الاقسام حسب البروس، زي مثلا هنا خراطه، هنا فريزه، هنا دريلينج، هنا جرايدنج، فهنا اسمبلي. يعني هنا كلهم زي بعض في كل ديبارتمنت في الاستيشنز بيسموها بروس لي اوت، يعني التنظيم حسب البروس. ليه؟ لان البرودكتيفيتي قليله فمش محتاج ان انا اصنف الماشين واحده كده واحده، لان ما فيش سيكونس ثابت، لان الايه البرودكتيفيتي قليله والفرايتي عاليه. في الميديم اللي احنا بنسميه الباتش برودكشن سيستم، والباتش اوف ا جيفن برودكت از برودوسد اند ذن ذا فاسيلتي از تشينجد اوفر تو برودوس انذر برودكت. انذر برودكت او ذا سيم برودكت مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان في تشينج اوفر وفي سيت اب تايم عشان ايه اعمل الباتش ده. في الباتش او في الميديم دي في بقى جزء تاني اسمه سيلر مانيفاكتشرنج، وده برضو انتوا تعرضتوا له واحنا هنتعرض له بقى اكتر من مره بعد كده لما نيجي نشرح الفليكسبل مانيفاكتشرنج سيستم. هنا باتش برودكشن، وهنا باتش برودكشن، هنا باتش برودكشن وفي تشينج اوفر. هنا لا، في السيلر مانيفاكتشرنج مفيش باتش، في ميكسشر اوف برودكت از ميد ويزاوت سيجنيفيكانت تشينج اوفر تايم بتوين برودكت. هنا بيعملوا حاجه اسمها البارتي فاميلي ويعملوا لها سيل، فيقولوا ان السيل ديت او البرودكشن جروب دوت او السيل بتصنع البرودكت A و B و C كده، يعني بحيث ان ما يحصلش تشينج اوفر كبير، فدي بنسميها السيلر مانيفاكتشرنج. اعتقد خدتوها انتوا في حاجه عندكم اكيد خدتوا السيلر مانيفاكتشرنج. خدتوه حسن؟ خدتوه مينا؟ خدتوا السيلر مانيفاكتشرنج؟ دكتور احنا خدنا عنه فكره بس الشابتر اللي فات، ما نعرفش، ما خدناش حاجه، ما خدتوش تفاصيل يعني. طيب ماشي. عامه هنا دي باتش، هنا باتش، وهنا بيصنع برضو مش فيه فرايتي وفيه برضو كمية، بس هنا بيصنع مش بباتش، بيصنف البرودكت حسب التايب، يعني يعملهم فاميلي القريبين من بعض، زي مثلا الحاجات اللي فيها دورانية يبقى زي بعض، والحاجات الريكتانجلز مع بعض، وبعدين ايه يظبط الماشين اللي تصنع دول، الماشين اللي تصنع دول. هتاخدوها بقى في اللي اوت الكورس بتاع الفاسيلتيز بلاننج دوت، هتاخد الجزئين. طبعا هنا قال لك تشينج اوفر وبياخد وقت، وهنا التيب واللي اوت بتاع البروس لي اوت اللي زي اللي فات التيبيكال بتاعه، وهنا السيلر ده وده بيبقى هارد برودكت فرايتي. عندي هارد، يعني ايه هارد؟ يعني الفيو كومن ايه بارتس في البرودكت، فينفع بيبقى باتش ويمشي معاه البروس لي اوت، يبقى عندك سيت اب عالي لان البرودكت بيختلف. انما ان عندي ده بيبقى في السوفت برودكت فرايتي، ينفع مع السيلر مانيفاكتشر، يبقى في حاجات كومن كتيره ما بين البرودكت وبعضها، يعني في ستايل زي ستايل دي اسمها السيلر مانيفاكتشر. بيبقى الشركه فيها مثلا اكتر من سيل بقى حسب الايه حسب الانتاجيه بتاعتها. دي سيل بتصنع حاجه
والسيل تانية بتصنع حاجة، دايما بتبقى السيلر لي قوي بيبقى معمول على شكل يو، حرف يو، بحيث البرودكت يلف. مواصفات التشغيل، الحرف اليو بيفيد ليه؟ بسبب ان يعني ممكن الراجل ده يشغل دي ويرجع يشغل هنا، يعني يشتغل في اكتر من مكان. حرف اليو. في حد عنده سؤال؟ تمام، مفيش حاجه. في الهاي برودكشن بقى هنا اللي هو اللي بنسميه الماس برودكشن سيستم. وفي الماس برودكشن سيستم ده عندك الماشين از ديديكيتد تو ذا مانيفاكتشر اوف وان برودكت، بتبقى متصممه تصنع وان برودكت، اثنين يعني واحد لا اثنين ثلاثه، يعني لها اسطمبه تعين الاسطمبه تصنع ماس برودكشن، تعين الاسطمبه بس ايه في الماس برودكشن ما بتصنعش، ما عندهاش حاجات كتير. وطبعا دوت بيتقسم لحاجتين، عندك الفلو لاين برودكشن والكوانتيتي برودكشن. الاثنين دوت في الفلو لاين ده ستاندرد ماشين تول اوف هاي برودكشن. ايه اوف هاي برودكشن؟ زي ايه؟ الحاجات بتاعه المكابس يبقى ماشين، وزي المولدنج الحاجات بتاعه السباكه او الحاجات بتاعه البلاستيك. فدوت بنسماه ايه؟ هاي برودكشن او كوانتيتي برودكشن سيستم. الفلو لاين بيبقى عندك هنا خط انتاج، ده ماشين، انما ده خط انتاج، خط فلو لاين برودكشن سيستم. التتابع بتاعه ستيشن ارينجد ان سيكونس، يتبع موضوع الايه البرودكت ريكوير مالتيبل بروسيسنج اور اسامبل ستيبس، وبتتبع الستيبس بتاعت البرودكت. برودكت اللي اوت از موست كومن. يعني ايه برودكت اللي اوت؟ يعني الماشين بتتحط بترصص حسب السيكونس اللي انا هجمع بيه البرودكت، فده بنسميه برودكت لاي اوت، بيفيد في الفلو لاين برودكشن سيستم. تمام. طبعا لو انت منظم بقى الماشين حسب اللي انت عايزه، فمعنى كده ان البرودكتيفيتي هتبقى عاليه خالص، اعلى حاجه. تمام. فدوت بنسميه الفلو برودكشن سيستم. وطبعا الكلام ده كل حاجه من دي هيبقى لها محاضره وتفاصيلها، التفاصيل فيه. ده اللي اوت بتاعها شكلها، عندك الماشين، عندك الناس الوركر، وعندك اللي هنا ايه خط البرودكت ماشي على كونفير، وده بيشتغل، ممكن ده بيجمع على حاجه وياخد كومبوننت من هنا يجمعها ويسيبها للي بعديه وهكذا. وهنا طبعا دوت البرودكت لي اوت. فترتيبهم، الترتيب ده حسب السيكونس بتاع الاسمبلي او بتاع الايه الماشيننج لو في ماشين. فهنا لو احنا جينا نصنف بقى العلاقه ما بين اللي اوت والبرودكشن، فانا عندي هنا ده الجوب شوب، الباتش برودكشن، الكوانتيتي والفلو لاين. ده ماس برودكشن، ده باتش برودكشن، ده جوب شوب برودكشن سيستم، يعني هاي فرايتي ولو برودكشن. تمام. فانت عندك هنا اللي اوت بتاعه يكون فيكسد لو البرودكت ضخم، وزنه ضخم، فبيسميه فيكسد بوزيشن، او يكون بروسس لي اوت لو كان البرودكت كاستمايز وفي صغير بس ليه ايه كاستمايز، مثلا بيصنع اوضه نوم، فاوضه نوم ديت غير اوضه النوم ديت غير اوضه النوم دي، فده كاستمايز وهكذا. ده الباتش ممكن يبقى كاستمايز، يبقى بروسس، او يكون سيلفر. في الباتش سيلر لو كان عندك سوفت هارد فرايتي بيبقى سيلر لي اوت، لو هارد برودكت فرايتي بيبقى ايه؟ بيبقى بروسس لي اوت. تمام. في حالة ديت بيبقى بروسس او يكون برودكت لي اوت، في حالة الماس برودكشن ده اسمه سيلر مانيفاكشن، باتش برودكشن او سيلر مانيفاكشن. لو انت عندك سيلر لي اوت يسموها سيلر مانيفاكشن سيستم. تمام. وهكذا. وده جوب شوب، يبقى المعنى ده لما يقول لك جوب شوب او يقول لك باتش او يقول لك ماس، بيجي في ذهنك شكل لي اوت والطبيعه بتاعه الانتاجيه تقريبا هتبقى كام، وفي فرايتي ولا مفيش فرايتي، يعني بتيجي في دماغك المعاني. دكتور لو سمحت، هو في السيلر مانيفاكتشرنج ممكن ان انا يعني بيبقى اللي اوت متصمم زي ما هو والبرودكت نفسه ممكن يعمل سكيب لورك ستيشن او كده؟ لا، في السيلر لازم سكيب ديت البروسس لي اوت،
انما في السيلر لازم لازم يكون البارت فاميلي ممكن، بس السيلر لازم يكون لي اوت سيل، يعني في السيلر لي اوت ممكن بعض البرودكت يعمل سكيب لبعض المشين ممكن، لان هيبقى على شكل حرف يو وهيبقى متصمم ان هو يعمل عمليه السكيب، لان مش كل البرودكت في السيلر مانيفاكشن اللي هي في البرودكت فاميلي، في الفاميلي دي هياخدوا نفس العمليات مش كله، فممكن يعدي حاجه. تمام. لو احنا جزء بقى المسائل اللي في المحاضره دي، فبقول لي هنا لو احنا بصينا البرودكت او البرودكشن ريليشن شيب، لو احنا بصينا هنا التوتال نمبر اوف برودكت يونت، لو انا عندي شركه، الشركه دي بتنتج قد ايه؟ فالشركه ديت بتنتج عندي هنا في السنه بتنتج بي من البرودكت اللي هي البرودكت فرايتي. طبعا الرموز دي هتلاقوها موجوده في الشابتر ومعانيها لو هي ما ذكرتش هنا. فالحرف البي كابيتال دوت اللي هو عدد البرودكت تايبس الموجوده، فانا عندي واحد لحد بي. تمام. حد بيسال؟ فانا عندي هنا بنتج الانيوال برودكشن للبرودكت كيو جي اللي هي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 اللي هي السبمشن لحد ما اخلص كل الفرايت او كل الانواع اللي انا بنتجها، هيبقى ديت التوتال او الانيوال التوتال نمبر اوف برودكت يونت انيوالي اللي انا بنتجها كل طول السنه او في وحده الايه او في الشهر حسب في وحدة الوقت. يعني لو انت ثبت وحدة وقت كأسبوع كسنة كشهر، فانت ممكن تقدر تقول بغض النظر عن طبيع شكل البرودكت اختلف، بس لو في اختلافات مش هتبقى اختلافات جوهرية. ليه؟ لان هو بينتج لابتوب، فهو بينتج لاب واحد مقاس 11 بوصة و10 بوصة و12 و15 بوصة، فهيبقى ايه الاختلافات في التايم هتبقى مش كتيرة قوي. فهو هنا بيجيب التوتال نمبر اوف برودكت في الايه في وحده الوقت. طب قول لي هنا في حاله عندك الهارد، الهارد ديفرنس بتوين برودكت والسوفت ديفرنس بتوين مودلز اوف برودكت، يبقى انت عندك هنا في برودكت مختلف، انما في السوفت عندي ستايل، عندي ستايلات مختلفه من البرودكت، زي مثلا الوان عندي نفس البتاع بس اللون اتغير، البروسيسور اتغير، يعني مش ايه مش حاجات خفيفه، يعني مش كلها مش برودكت مختلف كامل. فبقول لي هنا طب ازاي لو انا عندي دلوقتي اقدر احسب دي سهله، اعرف عندي كام، فده موجود في جدول هجمعهم هجيب دي. فبقول لي هنا البرودكت اند بارت كومبلكس، حته الصعوبه في موضوع انتاج البرودكت او البار ازاي اقيسه، هل الصعوبه دي ازاي اعملها؟ قال لي البرودكت كومبلكس صعوبه البرودكت ان يكون فيه بارتس، معنى كده ان البرودكت دوت محتاج ان انا اجمعه، فعشان اجمعه محتاج وقت. فبقول ال ان بي ال ان سب بي اللي هي النمبر اوف بارتس ان برودكت. تمام. فلو انا عندي بقى ان لو انا قلت هنا ان جي بي معناها عدد البارتس اللي في البرودكت جي، اللي لو انا عندي عدد بي اللي هو عدد مثلا 3 4 5 بارت، البارت كومبلكسيتي اللي هو صعوبه البارت ده جزء من البرودكت، قال لي عدد العمليات اللي عشان اصنع البارت ده، يبقى البرودكت عايز اجمعه، البارت عايز اصنعه. طب البارت ده صعب ولا سهل؟ قال لي لو في عمليات كتيره يبقى صعب، لو في عمليات قليله يبقى سهل، واقل عدد من العمليات ان يكون عدد العمليات واحد، يكون في عمليه واحده البارت في عمليه واحده. تمام. وهنا اقل البرودكت اقل حاجه فيه ان يكون البرودكت هو بارت هو حاجه واحده. تمام. فدوت العلاقه دي. فقال لي طب ما انا ممكن بقى ايه من الرمزين دولت اقدر اعرف عدد العمليات اللي الشركه دي بتعملها. فايه فنجيبها ازاي؟ قال لي لو ضربت الكيو في ال ان بي معنى كده الكيو اللي هي عدد البارتس البرودكت، لما اضربها في ال ان بي ال ان جي بقى
يعني لان كل برودكت جي ليه ان جي بتاعته، فلما اضربهم في بعض هيديني عدد البارتس اللي موجوده كلها. طب لو ضربتها في الان او كمان يبقى يديني كل العمليات الموجوده في اللي الشركه بتعملها. تمام، هنلاحظ هنا ايه؟ نلاحظ في التيبل دهوت لو بصينا قال لي لا ده لو انت بصيت بقى على عدد النمبر اوف كومبوننت اللي هي ال ان بي اللي موجوده في البرودكت، فبقول لي لو انا عندي ميكانيكال بنسل، عارف الميكانيكال بنسل اللي هو القلم الروترنج اللي معاك والقلم الرصاص اللي هو بالسنون الرصاص، ماشي، لو انت بصيت ده برودكت اهو تقريبا فيه 10 بارتس. لو انت فكيت القلم الروترنج اللي معاك او القلم النص ميلي اللي معاك هتلاقي تقريبا متكون من 10 كومبون. هل دوت ده معناه ان فيه تجمعه فيه صعوبه؟ لو انت بصيت حاجه اسمها البول بيرينج اللي هو رومان البل هتلاقي تقريبا متكون من 20 كومبوننت. لو انت بصيت على السيوينج ماشين اللي هي مكنه الخياطه تقريبا، طبعا دي بس ده القديمه خالص يعني مش جديد، كانت متكونه من 1150، طبعا الجديد احداثها فيها حاجات كتير، 150 بارت دي عدد كومبوننت او بارت. لو بصيت على العجله هتلاقي فيها 700 البايسكل فيها كتير صح 750 بارت كتير كومبوننت. لو انت بصيت على الكوميرشال ايروبلين 100,000. لو بصيت على الشاتل سبيس شاتل اللي هي سفينه الحاجات الفضائيه 10 مليون كومبوننت. معنى ايه كده؟ معنى ان الصعوبه في التجميع والتصنيع بتزيد مع كده. تمام، يبقى ديت ايه اللي هي الان دي الان ايه الان بي. لو بصينا على اللي هي حته الايه البار عدد الاوبريشن، عدد الاوبريشن اللي هي الان او، فانا عندي ده بار فبقول لي هنا تقريبا عدد البروسينج با اوبريشن ان انا بصنعه ده بار، يبقى عايز تصنيع بقى كده. فبقول لي هنا لو بصيت على البلاستيك مولدد بار يعني حاجه بصنعها بالبلاستيك اللي هي القالب بتاع البلاستيك زي طبق بلاستيك، كوبايه بلاستيك، دي عايزه ايه؟ هي اوبريشن واحد اللي هي انجكشن مولد، بتيجي حائن في المولد وتيجي واقع على طول، فيا دوبك هي عمليه واحده. لو بصينا للووشر، عارفين الووشر اللي هي ايه؟ حد يقول لي كده الووشر؟ واحد تاني؟ عارفها يا مينا؟ المغسلة يعني. لا مش المغسلة ولا المغسلة. أنا معايا 22 واحد. ما عندنا مين؟ عبد الرحمن. إسلام. بسنت. مش مغسلة يعني يا دكتور. بسنت عايزين نعرف الوشر دي يعني إيه؟ معاك يا دكتور. حضرتك يا دكتور. الحلفية يا دكتور مثلاً. لا. سما. تامر غسلت اطباق مثلا ايه يعني ايه مش الغساله؟ لا مش غساله. لا غسلت اطباق مثلا؟ لا مش غسلت اطباق. طيب يعني تبقى طيب ايه الدش؟ لا مش الدش بقى. طيب احنا كده ايه الووشر عارفين الورده اللي بتحط تحت المسمار تحت الصاموله؟ عملت ازاي تسالني حاجه اسمها فركه؟ ايه فركه دي؟ دي اسمها ورده. الورده اللي بتحط تحت الصاموله. ايوه دي اسمها ووشر. ماشي أيوة. فطبعا الوشر دي فيها منها الستيل وفي منها البليتد ستيل. الستيل طبعا بتبقى دايما حديد الورده دي، لو انتوا طبعا البنات مش يعني ما تكيش كلمه ورده دي يعني ما تخش على ورده ولا حاجه، ده هي ايوه ده هي بتاع تحت الصاموله خلاص تطرب. فهو ايه العمليه اللي فيها دي؟ هي عمليه واحده وهي ايه اللي هي ستامبنج اللي هي اسمها ستامبنج يعني ايه اللي هي ايه ستامبنج الكبس، عمليه الكبس بالمكبس اللي هي الستامبنج ماشي. فبيبقى عندك شيت محطوط والمكبس بيجي نازل عليها ضغطه بيطلع الورده دي، هي عمليه واحده.
الواشر اللي هي البليتد، البليتد اللي هي كوتد بيبقى مجلفنة، فانت محتاج الكترو بليتنج اللي هو الجلفنة بالكهرباء، ومحتاج الاستام، فانت محتاج عمليتين عشان تعمل الوردة دي. طبعا هي بتعملش الوردة لوحدها، بتاخد بقى بالعشر تلاف وردة ولا كده بتحطه في الحوض ويتعمل كلهم مرة واحدة، بس بيمروا بعمليتين. الفورجت، الفورجت ديت اللي هي الحدادة، اي بارت بيتعمل بالحدادة اللي هي هيبقى نار، محتاج النار تسخن وبعد كده تعمل حدادة تدق وبعد كده تقطع الزيادات، فالهيتنج اوبريشن. وبعد كده الفورجينج اللي هي الحدادة اللي هي تقعد تدق في الحديد السخن عشان تبطط، وبعدين تريمينج اللي هي الايه اللي هي تقطع الزيادات. تمام. البامب شافت اللي هي العمود بتاع المضخة بتاعة الموتور المية اللي عندنا اللي بيطلع مية اللي في الشقة فوق، مضخات المية ده برضو فيه عشرة أوبريشن كل معظمها ماشيني. تمام. هنلاقي بقى ايه ال V6 engine block اللي هو موتور العربية اللوري الكبيرة، تبقى حاجة اسمها V6 أو حسب شكل شكل V. البلوك بتاعه يعني الفرغة اللي بيبقى فيها الكومبوننت اللي جوه، الفرغه بتاعته دي بتحتاج 50 عمليه عشان يعملوها، منها الكاستنج، كاستنج اللي هي السباكه، انتجريتد سيركت شيب اللي هي ده بارت، انتجريت سيركت شيب دي اللي هي البارت البتاع البورده اللي هتتحط مثلا في التلفزيون او تحط على في الكمبيوتر، فديت محتاجه حسب عدد العمليات اللي فيها عشان اعملها، يبقى حسب الكومبوننت. يبقى هنا كل دي ده بارت وعليه عمليات. طبعا بنتكلم كده ليه في الحاجات دي عشان انت ما دي عملية بتاخد وقت وبتاخد ماشين عشان تعمل العملية دي ونوع من فهو انت بتعرف ازاي بتتعمل وايه الجودة بتاعتها وازاي تاخد وقت ازاي، وهل الماشين دي لو اتغيرت بماشين اسرع هل ده هيفيدني بالنسبة في اللونج ران ولا مش هيفيدني في جزء الامبروفمنت في المشروع بتاعك. وانت تعمل مشروع فممكن تروح تلاقي السيستم شغال ففي ماشين شغاله، فممكن هل انا خيرتها هل ده ممكن يساعد لو في مشكله في النظام. تمام. فالكلام دوت ايه يا فبقول لي هنا في الحته ديت ممكن انا اصنف لك التايب اوف بلان، نوع الشركه او نوع المصنع بتاعي حسب الان او والان بي. الان او عدد العمليات اللي في البروده اللي في البارت، ان او الان بي عدد البارتس اللي في البرودكت. تمام. فبقول لي انا ممكن اصنف لك المصنع بتاعي اصنفه ازاي، قال لي اقول لك حاجه، لو انا قلت لك ان الان بي ان بي بتساوي 1 والان او اكبر من الواحد، معنى كده ان المصنع دوت بينتج سبير بارتس، بينتج بارتس بس ما بيجمعش. ليه؟ لان الان بي البرودكت عدد الكومبوننت اللي فيه بتساوي 1، يبقى هو نفسه، يبقى البارت البرودكت هو البارت، لان الان بي بتساوي 1 يبقى ما فيش تجميع، يبقى هو بيصنع حاجه بارت. الان او اكبر من 1 معنى كده ان هو بيصنع البارت دوت اللي فيه عمليات اكتر من الواحد، فده بنسميه طبعا هو this type of plant produces individual components، بيصنع كومبوننت and each component require multiple processing steps اللي هي عدد عمليات مختلفة. تمام. قدامكم 10 دقايق نحاول نخلص فيهم عشان ما نعملش بقى فيديو تاني ولا حاجة. هنا لو ال N بي اكبر من 1 وال N O بتساوي 1 معنى كده انه assembly، هو ما بيصنعش. ليه ما بيصنعش؟ لان ال N O بتاعته بتساوي 1 ما عندوش عمليات، ما بيصنعش، مش operation. انما هو الان بي اكبر من واحد معناه كده بيجي له بارتس وهو يعمل لها تجميع، يبقى العمليه اللي عنده اسمبلي، او هو فيرتيكالي انتجريتد بلان هو بيصنع ويجمع، فده نوع من انواع الايه الشركه. طبعا بتبقى طبعا ده بتختلف حجم الشركه واستثماراتها وضخامتها حسب الايه حسب الحاجات دي. تمام. فده تصنيفه بسيطه، وانتوا لو قريتوا الكلام دوت اعتقد هيوضح كده. يبقى انا عندي هنا لو انا بصيت على الاوبريشن موديل بتاعي في اي مصنع، لو شفنا هنا التوتال نمبر اوف برودكت، لو احنا بدينا نبسط شويه السميشن
من جي بيساوي واحد لحد بي السميشن. لو احنا افترضنا انه بينتج عدد برودكت بي مختلفه وكلهم زي بعض تقريبا يعني اون افريج، فبقى الكيو في البي هو ده الانتاج الكلي بتاع المصنع، عدد منتجات او الفرايتي بي في بينتج من كل واحده كيو، يبقى حصل ضربهم في بعض يديك الايه دي دي السمبليفايد بتاعها السمبل فورم. انما الثانيه سميشن لحد البي، لان الكيو بتختلف ممكن تختلف يبقى سميشن، لو اختلفت حاجات يبقى سميشن، ما اختلفتش ممكن نبقى ان تنضرب في بعض. فمهنا ممكن اقول عدد البارتس اللي هي بتنتج الان بي بيساوي البي في الكيو في الان بي، اللي هي عدد البارتس الموجوده في كل واحد في عدد الانواع اللي موجوده في البروب. التوتال عدد العمليات اللي بتعملها الشركه كتوتال بغض النظر عن انواعها والاوقات بتاعتها بغض النظر عن اوقاتها. فهو بيقول لي ال ان او في ال ان بي في الكيو في البي، يبقى دوت عدد اعمال. دكتور انا ليه حاطط ال ان بي هنا؟ دي ال ان بي دي كده انا بعمل اسمبلي ما يهمنيش عدد البارتس. هو هنا ما يهمنيش هنا اللي هي اهم دي هنا. اه هنا عايز الاوبريشن، عايز عدد الاوبريشن. طب عدد الاوبريشنز ما لهاش علاقه بعدد البارتس، احنا قلنا لو عندنا كذا لو بنعمل اسمبلي بس عندي خمسه بارت بس هي واحد اوبريشن. لا ما احنا ما قلناش اسمبلي ولا حاجه، احنا عممنا. لو الان بي بتساوي واحد خلاص، لو الان بي ان هو بتساوي واحد خلاص، يعني هنا المعادله العامه. لا ماشي، بس انا هنا عندي المنتج دوت فيه خمسه بارتس بس بعمل له اثنين اوبريشن، ما ينفعش اضرب خمسه في اثنين ب 10 واقول ان في 10 اوبريشنز بيتعمل، هم اثنين بس. انت ما تقول اقول لك حاجه، طب انا عندي تو بارتس ماشي، انا تو برودكت اوكي، كل برودكت بنتج منه 10 تمام؟ تمام. يبقى 2 في 10 كام؟ ب 20 كده 20 تمام. طيب كل برودكت فيه 2 كومبوننت، كل برودكت فيه 2 كومبوننت تمام؟ طب وانا ليه دخلت الكومبوننت؟ انا عايز احسب الاوبريشنز بس. لا لان الاوبريشن بتتعامل على الكومبوننت، الاوبريشن بتتعامل على الكومبوننت. واخد بالك؟ الاوبريشن بتتعامل على الكومبوننت. تمام، لو انت ما عندكش تصنيع فانت الاوبريشن بتاعتك هتبقى اسمبلي اوكي. طب ما انا مش شرط ان انا عشان كل بارت لازم يكون ليها اوبريشن، ممكن يكون في حاجات بصنعها وفي حاجات لا، فده يعتمد على حسب الاوبريشنز. يعني انا لو عندي الاوبريشنز الان او بخمسة، طب ما دي بتشمل عمليات التجميع وبتشمل في نفس الوقت عمليات التصنيع. لا 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 انت بتقول لا 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 ال ان او دي عدد العمليات بتاعت اللي على البارت. ال ان او عدد الاوبريشن اللي في البارت، في البارت مش في البرودكت. ال ان او عدد العمليات اللي في البارت. اه تمام خلاص تمام. انما ال ان بي عدد البارتس اللي في البرودكت. فانت لو انت بتعمل اسمبلي فال ان او بواحد، لو بتعمل اسمبلي ان او بقت بواحد والان بي بقت برقم بقى 49 بعد كده. احنا خلاص اللي احنا عشان يقفل معانا المساله دي تقريبا لغايه 10 تلت، يعني كده في 10 25 معايا حد 10 30 بعد حساب 40 يعني 10 فاضل 5 دقايق معايا. خليك معايا فاضل 5 دقايق، خلينا نخلص شيء. لا مش هنقدر نخلص هنا. بصوا كده، suppose a company has designed a new product line and it's planning to build a new plan to manufacture this product line. هو طبعا عنده history وعنده عايز يعمل واحد جديد. The new line consists of 100 different product types. يبقى ده رمزها ايه دي؟ 100 different product types. دي الايه؟ ان بي صح؟ لا 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 دي الكابيتال بي بتاعت الفيول اللي هعمل عليها السمشن. دي كابيتال لا دي بي بي كابيتال and for each product type the company wants to produce 10,000 unit annual. يبقى دي ايه بقى؟ دي الكيو. The product average 100 component each. كل product في 1000 component. دي ان بي طبعا. خدوا بالكم ان بي، خد بالك هو بيقول لك اون افريج ليه؟ لان كل الحاجات دي افريج، ال 10000 دي افريج وال 1000 دي افريج، يعني ايه في واحد كتير واحد قليل فاحنا كلنا افريج.
and the average number of processing steps required for each component is 10. يبقى دي ايه بقى؟ In O. دي عدد العمليات لكل component. All parts will be made in the factory. يبقى اللي هو اللي هيصنع هيعمل كل حاجة. Its processing step takes an average of 1 minute. كل عملية بتاخد دقيقة. تمام؟ عشان يعملها. دي on average. يبقى في الحالة دي يقدر اقدر احسب ايه؟ هو بيطلب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي how many products كم product موجود معايا هنا total 100 ليه ده different مليون 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 نعم 100 في ايه 100 في 10 100 في 10000 طب how many parts total مليار مليون في 1000 هيبقى مليار مليون في 1000 بالظبط كده عندي ديت how many production operation will be required each year عدد العمليات المختلفة كل سنة 10 مليار تمام ماشي يبقى هنا السؤال بقى اللي هو الايه اللي هو التخطيطي بقى how many worker will be needed for the plan if it operate one shift for 250 day a year كام عامل عايزين هنجيب الاول التايم تمام هنجيب التايم التايم بتاعنا التوتال تايم بالاور ما احنا عندنا العدد اللي هو الرقم الكبير قوي ده الاوبريشنز والاوبريشن بتاخد 1 مينيت يبقى 1 مينيت على 60 هنضربهم في بعض هيدينا عدد الاورز بالساعات هيديني ساعات السنويه بالساعات تمام عايزين نحولهم لايام وركر بيشتغل ماشي ما هو كل وركر بيشتغل قد ايه 8 ساعات خلاص 8 ساعات يبقى 8 ساعات في الهير نشوفها قد ايه ماشي يبقى هو شغال 8 ساعات حوالي 83000 ورد شكلكم فاتحين المانوال سوليوشن صح لا خالص احنا بنحسبها بالقلم طيب. يبقى هنا الفكره هنا يبقى انا كده اقدر اجيب عدد العمال الايه الموجودين هي ديت المساله ديت هيجي زيها مسالتين تقريبا في التقرير هيبقى في مسالتين في الاخر او ثلاث مسائل بيغطوا النقطه دي فقط في الشيء فانتوا فاحنا مش محتاجين ان احنا الايه لمعيد لو احتجتوه تواصلوا معاه ويشرح لي limitation and capabilities of the manufacturing ايه لا اعتقد ان البتاع هيقفل كمان شويه فلو قفل ايه هنبدا برضو نخلص الجزء الباقي ده نكمل كده الكابابيلتيز بتاعت الايه الشركه بتاعتي هل الشركه ممكن تصنع كل حاجه هل دلوقتي هي انفينيتي تصنع كل حاجه ولا لها كاباسيتي لها باور لها كابابيلتي قدره معينه تقدر تعملها قال انت عندك ليميتيشن التكنيكال وفيزيكال ليميتيشن تكنيكال يعني حاجه فنيه حسب الماشين نفسها فدلوقتي الماشين نفسها بقول لي هنا الليميتيشن فيزيكال ليميتيشن اوف مانيفاكتشرنج فيرم اند ايتش اوف اتس بلان 3 دايمنشن اوف ثلاث ابعاد الكابابيلتي بتاعه المانيفاكتشر تكنولوجيكال والفيزيكال والكاباسيتي يعني ايه امكانياتي